بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل من ظلم الشعب العراقي هذا بعض عذابه في عالم البرزخ، أما يوم القيامة فهو أدهى وأمر. يقول آية الله المرحوم جمال الحق وآية الله العظمى السيد جمال الدين القلبيغاني قدست روحه الزكية: ذهبت يوما إلى وادي السلام لزيارة أهل القبور في النجف الأشرف، وكان الجو حار جدا، فجلست بعد أداء فريضة الظهر وسط الوادي تحت سقف ظليل ذي أربع طاقات، وكان المرحوم السيد جمال الدين كثيرا ما يذهب إلى وادي السلام فيجلس ويتأخر لأجل العبادة والتفكر في أمور الآخرة. قال السيد جمال الدين القلبيغاني: ما إن جلست واسترحت قليلا حتى شاهدت مجموعة من الأرواح وقد جاءوا صوبي وهم على أسوأ حال، ملابسهم مهترئة قذرة ملوثة، وكانوا يصرخون ويتضرعون: أيها السيد، لقد اشتعلت قبورنا نارا، نحن أمامنا نار ومن خلفنا نار ومن فوقنا نار ومن تحتنا نار، تأتي الملائكة تضربنا بسياط من نار، أغثنا اشفع لنا. وكانت هذه الأرواح المتعلقة بالقبور التي كنت أجلس بينها، وكانوا بأجمعهم كما أتذكر وأعرفهم في الحياة الدنيا عندما كانوا هم في الحياة الدنيا، هم من بعض شيوخ القبائل والعشائر وكذلك بعض المسؤولين في الحكومة، وكان لهم في دنياهم نخوة وتكبر واعتبار، وكانوا يلحون في توسلهم وضراعتهم ويلوذون بي: اشفع لنا أيها السيد عند الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من النار مما نرى. فيقول آية الله السيد جمال الدين القلبيغاني قدست روحه الزكية: فطردتهم جميعا وقد تكدر خاطري منهم وقلت: يا من جانبتم الإنصاف والعدل وآذيتم الناس، لقد عشتم في الدنيا فأكلتم أموال الناس ظلما وعدوانا، لم تفكروا في هذا اليوم أبدا ولم تفكروا بالفقراء في الحياة الدنيا، ارتكبتم الجرائم والجنايات وسلبتم حق الضعيف واليتيم وكل من لا ملجأ له ولا سند، وكنا نحن العلماء مهما صرخنا بكم أعرتمونا آذانا صماء، وها أنتم تأتون وتقولون اشفع لنا، اذهبوا اغربوا عن وجهي. يقول آية الله السيد جمال الدين القلبيغاني: طردتهم جميعا فتفرقوا طرائق قددا، وسحبتهم الملائكة إلى قبورهم المشتعلة بالنار، كانت الرائحة نتنة جدا. يقول آية الله السيد جمال الدين القلبيغاني: فليتعظ هؤلاء الحاكمين وبعض شيوخ القبائل من هذه الحوادث التي تجري في وادي السلام. أيها الأخوة، كما يقول أحد العلماء: إذا ما سأل سائل كيف أن هذه الأرواح التي قد جانبت الحق كيف هي باقية في وادي السلام، رغم أننا نعرف بأن هذه الأرواح يجب عليها أن لا تبقى في هذا الوادي وإنما تذهب إلى وادي اليمن، فيقول يعني في وادي برهوت الذي هو مخصص لهم، ولكن بعض علمائنا الأعلام يقولون: هؤلاء ليسوا بمشركين وليسوا بكافرين وليسوا بناصبي العداء لأهل البيت عليهم السلام، وإنما هم من قد أضلهم الشيطان واتبعوا أهواءهم، فكانوا مثلة في وادي النجف يبقون على هذه الصورة، لا يشفع لهم مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكي يروا في كل يوم
النعيم الذي ينعم به الفقراء الذين قد ظلموهم، الضعفاء الذين قد سلبوهم حقوقهم. فيأتي الضعفاء ويأتي الفقراء فيرون أنفسهم لهؤلاء الظالمين، فيكون العذاب عليهم عذابين وليس بعذاب واحد. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام. لا تنسونا من فاضل دعواتكم دائما وأبدا في صلاتكم.